يسار. حلو جميل. جابها دامة يا أخوي. أوه دمل. أوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوان، حياكم الله. رجعنا لكم يوم ردة فعل مباشرة ونهائية حصرية على الدوري الإسباني. حتكون آخر مباراة بالموسم لبرشلونة، آخر مباراة بالكامب نو، آخر مباراة لعدة لاعبين ببرشلونة، برشلونة وفياريال. حتكون مباراة صراحة مثل الودية، ما راح يكون بيها ندية وشراسة وأهداف على ما أعتقد، لأن الفريقين ما راح يتغير شيء بمراكزهم. برشلونة نزل بالتشكيلة المعتادة، ما في تغييرات بظل الإصابات الموجودة. حبايب القلب لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان تلقون كل جديد، والاشتراك بالقناة الثانية موجودة تحت بالوصف، نعمل عليها تحديات ومقال. أيوة يا إخوان حبايب القلب، كمان اشتركونا بيها وحطونا اللايكات حبيبي حبايب القلب، ربنا يسعدكم. وأنا اليوم كلنا اليوم شاهدنا جنون الدور الإنجليزي، كان دورة على بعد الريمونتادا التاريخية لمانشستر سيتي. اه والله 2-0 دقيقة 75 خسر مانشستر سيتي، وليفربول كان متعادل 1-1، لكن غوندوغان بعد نزوله قلب المباراة رأسا على عقب وأهدى الدوري لمانشستر سيتي. اه والله نعم. وجيرارد رجع تزحلق مرة ثانية يا معلم. حلو يا داما يا معلم، يا أدامة والله باص تاريخي، قلب لوكا مودريتش أدامة. حلو عرض جوردي يا معلم، يا الله شان باو توريس. شو طول توريس أوباميانغ، نتسلل أوباميانغ. يا أخي يا توريس هاي وين يا أخي، انت وين تشوط يا زلمة؟ يا اخي شاطها على الجول، وين بده يشوط؟ شوط بزاوية، شوط بزاوية الحارس، ما كان موقف الحارس. يلا معليش معليش، برافو برافو، حيبلع شكل البرشا. حلوة ايه؟ يا الله شو اللي ضيعته يا فرانكي دي يونغ؟ هذا يقولون على مانشستر يونايتد معلم، ما بنعرف صحيح ابش لا. ما لمسها يمكن. يا الله دفشوا يا زلمة، والله العظيم دفشوا ضربة جزاء. شوف كيف دفش يا طيب، جيرارد موريني هو الدفش. يا الله والله العظيم ضربة جزاء واضحة. روح يا كبير، أروحه يسعد دينك. وين عطيته اياه؟ ما بيخلي يعرض. أروحه وين عطاه اياه؟ اذرك احلى اياه بالمحد. والما انا بأمن، ما انا بأمن، بمتلك قلب اسد يا زلمة، بأمن. يا معلم ايه؟ عندم. يا رب. وال والشوط يا زلمه، شوط مشي باص انت شوط كم سنه؟ ايه حرام يا زلمه حرام الاسلام. يا الله شوف على الجمله التكتيكيه الرائعه يا حرام، لو انا مكتمله يا اخي. شو وين لمين الباص لمين يا فيران توريس؟ شوط يا حبيبي، شوط على الجول. ايه خاطري يلا كبير يا ويلي، جولات ثلاثة لفيريال. ابلع حبيبي ابلع، اول شوطة على المرمى جول. وين اروخو؟ والله العظيم حرام اروخو، وين هو هذا قلب الاسد اللي صرعتني فيه يا حرام؟ خاوة تبلعوا يا كلاب. الع يلا، هذا الميدان يحتيده شكولك. الله حرام ما وصلوا الجول يا زلمة، بس هدف ملعوب. ها انت شفته انت تا ملعوب؟ تكريت بالموبايل هدف ملعوب حبيبي. شوف كيف عطى اياها، يا سلام. اوه شفنا التكتاتا. وكمان اروخو والفيس، الفيس مش مبين يا معلم هون بال، وين الفيس؟ شو عندها مصار هون؟ يا عمري يا عمري على الهدف وجمال الهدف. ما لك جيتار برلين بس رفعاتك. اوه يا الله يا اخي، هذا اللاعب منحوس مضروب معطوج، هذا اللاعب ما يعرف يسجل جوال، مو موفق. هذا صاحبك والله العظيم، حرام حرام اللي قام يضيع يا زلمه. ما وصلوا الجول هذول يا زلمه، والله العظيم ما وصلوا الجول. هذا مكان الحارس يا الله على الفرصه. نهاية الشوط الاول يا اخوان 1-0، يعني انا برايي يعني كانت نتيجه غير مستحقه.
نتيجه غير مستحقه ابدا يا زلمه. كنا افضل بالمباراه والاخطر والاكثر تسديد على المرمى والاكثر استحواذ والاكثر خطوره، بس هاي كره القدم مع برشلونه، ولكن كره القدم اهداف من فرصه واحده تقريبا حطوا هدف. نعم هدف ملعوب ما شاء الله عليهم. يلا يا كبير عط هناك، عط عط اليسار، حلو جميل قدام يا اخوي. هو دمغل وقل عطي ويلي 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 جابها آدامة جابها. شو كان تعمل يا زلمة؟ شفت اللي الأروخ شلون طاحوا والقلبة يا عمري؟ شفت اللي الأروخ كيف صار بالأراضي؟ ابلع 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 خاوة الاثنين ابلع. والله العظيم حرام عليك يا آدامة حرام. يا السلام مين هذا؟ قوميز الله عليك يا موي قوميز، تسلمي جريك. نزل يا اخي نزل ديمبلي، وهذا شو ظل البسطة والتشكيلة طلع وارجع على الفرنان تنتج يطل غلط. والله شالها يا صاحبي. أيوه. والله شالها شوط نمسمسف. اوه ايه فاتي برا. فاتي برا فاتي متسلي لرجع ما سمعت شلون متسلي. طب شلون متسلي يا فاتي؟ انا فاتي وين هذا وين شاطه ده؟ شاطه عقله طلع اللاعب وين شاطه يعني شاطه برا ساعه تشوطه شيفو بيزيما اللي فينيسيوس سنه تشوطه اي طولي بعد لسه يوز ما بيحسياتي ما خلاص محسومه معلم ما انت بس يعني سكوت وسمعنا سكوتك ما ايوه اجرى قدم اجرك يا فاتي اجرك حسو بده سنه تشوطه على فكره ارجع ارجع اقعد هدف غالي جدا شوف شوف المشدد ما قدر يسودها من قوته اوكي يا مكان الحارس شوربه اقسم بالله ما ادري اقسم يا الله يا عثمان ارجع ما يخوف تشلبي ارجع يا حرام لو نبي الجول والله كانت جول يا عثمان دم يا الله حلو برافو برافو كل البوسكيس كيف اعطاه يا الله والله قريبه جدا 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 روح بالعثال اقعد اقعد ارجع ارجع يلا الثالث ارجع ارجع تيار موجود ارجع ارجع بلع جول كثير ارجع خاوة ولا ارجع مباراة ودية ابلع ودية ابلع حرمتكم اياها بريال حبيبي انتم بتخسروا بريال بريال ابلع ودية. ولا خاوة ابلع ودية ابلع ما نزل مهاجم ما نزل شعبي انا ب 2-0 النتيجة مستحقة انا اتوقع بريال استحق برشلونة كان سيء صراحة كان في ايوه نعم خاصة الشوط الثاني يعني الشوط الاول كان افضل بكثير من المباراة كان سيء عموم المباراة يعني مباراة نزل تحصيل حاصل ايوه تحصيل حاصل عبر طيب لعب هدفين يعني فريق عادي يعني من دو يعني اللعيبة ما بدهم يرهقوا نفسهم نعم نعم ما عندهم نهاية دوري ابطال يا معلم في عندهم موسم جاي يعني فمباراة اجد اجد ما اجد برشلونة ضمن المركز الثاني أيوة خلاص ما عاد ينفع الخساره والفوز والتعادل ما عاد ينفع بالنسبه للفريق اهم شيء التجهيز للموسم القادم والحضور والثبات وان شاء الله الموسم القادم راح نكون اقوى وافضل ان شاء الله مراحل إن شاء الله. لانه تشافي حيبدا من جد وما جديد ما راح يكون بنص الموسم الجاي ان شاء الله ان شاء الله حنكون متفوقين بالعام القادم قدوم ليفاندوفسكي ورافينيا وكريستنسن وكيسي ان شاء الله حنكون اقوى لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حبايب القلب واشتراك بقناتنا الثانيه موجوده تحت بالوصف تحياتي لكم والسلام عليكم.